شبالك؟ شبالك مضايج يا ولدي؟ قاعدوني ابوي من الدوام. فنشوك؟ لا 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 ما فنشوني، قاعدوني. مسوي شيء؟ مسوي شيء؟ لا عفا عليك يا ابو صالح، عفا عليك. انا تربيتك، ولدك يشتغل في الشركه من سنين مثل الساعه سيده. اي ليش حقه فنشوك؟ ما فنشوني يا ابوي، قاعدوني. اقول لك غير غير، بس دخيلك دخيلك يا ابوي ورفجه. ما تخبر لي هلا، اخاف اخاف ينكسرون اذا عرفوا ان ابوهم متقاعد. ما في مشكل، ما في مشكل، ما في مشكل ابوي. الله يخليك، حتى لو 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 مريم خذتك في الحجره وقفلت عليك وجلست تكوك، الله يخليك لا تقول لها. ما في مشكل، يعني اسبوع اسبوعين بعدين انا بروحي. ما في مشكل، ما في مشكل. زين ميثا وخلود اذا يو عندك في الحجره ويبسوا يصيحون، تخيلك يا ابوي لا تقول، نقول لهم ابوي ما في شيء، ما في شيء بخير. بعد ما في مشكل. الله يخليك يا ابوي، الله يخليك، جزاك الله خير. تخيلك يا ابوي لا تقول. ما في مشكل، ما في مشكل. كلود بابا اودا شو في مشكل؟ روحي مع طيني شوي ميثا، شو فيهم داخل؟ ما ادري، بس لا تركب اديتوني ما اسمع. ابوي اخوي شو بلا يدي؟ ابوي في شيء؟ انا بثيرة اشوفه. لا دخيلك يا ابوي، ايش السالفه؟ تراك تزيغنا كذا. قصن الشير يوم هو خضر، ابشر ابشر بثمره. زين ويي بساس العود، لا تتريى منه ثمر. ثمر اخوي بلا، البطره الاوليه خلوها عنكم واسرجوا ميزان العقل. من اليوم وساير كل شيء لازم يتم بحساب، وعند كل حسبة لازم تتوثق العقدة زين ما زين. الأخراب انقصر وانت في قبة بحر، سلم أمرك الباريك. هذا أنا أوصيكم، وانتو لا تزيدون عليه بشيء، لازم تعرفون كيف توزنون شراغاتكم. يا عقربي عقربي مسمت. دخيلك يا ابوي، فتش لنا مغاليج كلامك. بليز يدي انا خايف. دخيلك يا ابوي، صدري طبخ. ابوكم قاعدوا. شو قال؟ قالوا انه فنشوك من الشغل. قاعدوك؟ هو قالكم كذي؟ هيه وقال في قصيده تخوف. يعني خوي انت خلاص بتجلس ويانا في البيت هني شرعت الحريم؟ مثل الحريم؟ يلي ما تستحون على ويوكم. شو؟ بابا! ما في مشكل وسوالي هالمشكل. ما دامك تقاعدت مالك الا البحر يا صويلح يا من ابي صويلح. يدي الحق علينا. شبالكم ايش عندكم؟
بتشربخون بتشربخون في الليخ. ابوي صرخ على نهايه الصرخه وراغنا. انا اول مره اشوف ابويا معصب كذي. ابويا يبالي وقت لنستوعب الصدمه. لا قولي بعد، قولي بعد ابويا تخبر ولازم اوديه استراحه الشواب. وانت انت يا ابو صالح عفو عليك عفو عليك مو عادني. احنا بورا مسك ساعه اقول لك لا تعلمهم تقوم تقول لي ماشي مشكل ماشي مشكل واخر شيء تعلمهم. هلس انت هلس حط ايدك وياي في الليخ باكر بنوديه بنوديه البحر بعد الصبح حق النيسر. نيسر؟ ايه النيسر الريال لازم يشوف له شغله. ما يصير يجلس في البيت بلا شغله ولا مهره يتسنى بطالي. وانت الحين بطالي. انا بطالي؟ كانهم مش ناويين يجيبون البر. لسبت الايام هذه ما تبال البر تدور الغزر. بقول لك مش ناويين يجيبون البر. بتقول لي سمك يا ابو مرزوق؟ والنضال الله يهداك من سنين تراك تقرا الجرايد وما تقول الا هالربسه. يا زلمه هذول بدهم مش سلام، هذول بدهم يخلصوا على شعبنا واحد واحد. ولا ايش معناته؟ بقول لك ما في تفاهم على العودة، ما في تفاهم على القدس، وما في تفاهم على أوسلو. تيهم وصلوا؟ وين وصلوا انت التانية؟ انت تقول انهم وصلوا. تسمعش انت كويس؟ بقول لك أوسلو. ودب الله، قلنا للتيس قال احلبوا. شو بحلب يا زلمة؟ التيس. هذا المكتوب هون يا زلمة. هذول بدهمش سلام. هاي دولة مؤسسة على الحرب مش على السلام. شوفوا نزار، انت عمرك خلص وانت تقرأ جرائد وتشوف اخبار. بابا فلسطين خلاص صار يعني رفت. تعرف شو رفت؟ يعني خلاص. فلسطين استوى مثل خبز رقاق يوم يقطعون يحطون داخل ملة ويسبون عليه صالونة. شو يستوي؟ يستوي كله مخلوط. شو يستوي؟ مخلوط يعني مثل فريد تليد. تعرف ولا؟ بس بابا خلاص. اسرائيل من صوب، امريكا من صوب، انتوا بعد جماعتكم كل واحد صار صوب. ما فهمت كلامك. شفت يا ابو نظام؟ اغلومي يا ملك على البر. اسمعني، نحل سمكه الصغيره عندنا يوم تنبر في الخيط نرها مره واحده، لكن يوم سمكه عوده لا نداريها ونباريها. منه وصوبك ودونك، منه وصوبك ودونك، منه وصوبك ودونك، مره واحده يرى خيطها وعقه فوق الاسطاح. عدل؟ لا ترى قال لك ابو مرزوق منك وصوبك ومنك وصوبك ودونك منك صوبك. سمك كبير ما يستوي، لازم بعدين ما يدوخونه بعدين يسحبونه. انا ما عندي سالفه لما اقعد معكم واحد بيقول لي سمكه والثاني بيقول لي ركاك وصالوني. ناقص تقول خبز ركاك انت بيزي. مع السلامه. مستين بو نظام الحين مش بلا محرج. وين الباجل يا غلوب؟ من متى طالبك باجل عود بالله؟ ابو مرزوق ما بتدفع من حسابك شيء يا ابوي. وانت بعد غير هالاسطوانة عود بالله. ابو مرزوق انت قرقور مالك كل يوم انت متروس سمك، حساب مالك متروس، دفتر مالك متروس، قرقور مالك بعد متروس، يعني عندك شوية خريدة. وحسبي الله عليك يا خلود. ايش قراقتش في الصالة؟ شو هذا؟ او انا ياسح الواجبات؟ ندوكم واجب العلوم حال نصه. اوه يا ربي انا شايف هالشقة هذا كله. شو بعد عنده؟ ارسم القناة الهضمية للانسان وحدد مكان المريء. انا هالمريء بعد من وين بيجي بمال الانسان؟
يا ربي شريف القناة الهضمية أنا؟ ترى الإنسان يأكل من حلجه. الحين شف، هذا حلج الإنسان وهذه الكرشة. الحين هاي كرشة، يا ربي شريف العذاب أنا هذا كله. ميثو ميثو تعالي يا ربي، وين الجلعت هذه؟ أنا ما بشيل خلود ولا ما حلو أثباته، وباجي ما بروح الكلية إلا ما يبتولي لابتوب. عود بالله، وانت شو خصك انا عندي ولا ما عندي؟ عطري باجل لو فكني من الحسد. عود بالله، وانتو دوبكم نجري كذي؟ يا حي الله بالريال، وطول الغيبات يا بالغنايم. شعلك يا مرزوق؟ الحمد لله بخير. زين ذكيت صالح ييت على يابك خير. يعني انت حين يرضيك يجوز يعني بمرزوق كل يوم هني عندي ياكل باقله، ياكل دانجو، ياكل رقاق، كل شيء ياكل، ما يدفع حساب ماله، جيبه متروس. ها الحين يرضيك هذا الحسد يا صالح؟ اشكرك عينك عينك. الله يهداك يا ابو مرزوق، صدق الريال انت لازم تسوي لك حساب، ادفع له للباجل بدرهمين. بدرهمين صالح وين انت؟ ملت غلوم بخمس دراهم، وين مسمر انت؟ خمس دراهم انا بوجيه صحن برياني. بابا شو صحن برياني ما صحن برياني يا جماعه؟ كل شيء صار غالي، درام مال غاز صار غالي، سيارة مال نقل صار غالي، حتى يوني مال باجلة صار غالي، حمالي لو حمالي صار غالي، وتبغون باجلة يتم مكانه خم ما يستوي، السوق صار فيه تزخم. أنا رمستك المخبقة هذه ما دانيها يا غلومي، تزخم تزخم، شو زين الرمسة المخبقة هذه؟ إلا أنت هاي المرة جاي من وقت، أنت إجازة مالك مو بيوم الخميس. أنا شكلي ببسط عندك هني كل يوم في الدكان مثل بومرزوق. لا أعطوك إجازة؟ لا قاعدوني. أفا شي عيب؟ ها؟ لا بس هذا معناه صلاحية مالك خلص حبيبي بومرزوق. مثل ما قال لك غلومي، يوم بيبوش قولي له أنا شلي أمل عمتكم يبتكم ونسيتكم، إن شاء الله ما صرتوا مدارس. حرام عليكم بحالي هاي، كفاية علي عمر اللي قضيته بين يدران هالبيت. الحين أنا فقيرة، لو معرس وياسف بيت ريلي كان وين؟ عندي ميع البشاكير يخدموني. كل ما قلنا لك شيء قلتي أنتوا السبب، أنتوا السبب، أنتي حظك كذي ما لك نصيب في الزواج. حرام عليكم حرام عليكم. الحين بيبدأ الفيلم الهندي. أنت واعي؟ سهر، الحمد لله تليفوني على السايلنت ولا تورطت ويا امي. انت شبالك؟ لا مو طبيعي، صدقني والله مو بيدي، تراها تزن على الموضوع نفسه. تقولي اذا تبيني اوافق؟ لازم يشتغل اول. ارجوك سهر دبر لك شغل. اي شغل؟ أمي إلين اليوم مو معترفة بهالخطبة، تقول لازم تجيب لها قرار تعيينك مصدق ورسمي. هذا أولا، وعندها ثانيا تجيب لها ورقة تثبت أنك حصلت على منحة وموافقة مشروع الإسكان. عشان خاطري جيب لها الأوراق. يا حبيبتي يا حمدو، ماذا بكي؟ وأمك بعد الله يهديها ماذا بها؟ الشغل، ومثل ما انت تشوفين يا حبيبتي يا حمدو كل يوم راز بشهادتي، يا في دائره يا في وزاره، ويقولون ما في شواغر. وحتى القرض، حتى القرض نفس الشيء، لازم نتريى في الطابور لين ما يبيض شعر راسي، وانا بعد شعر راسي بعد ما ابيض. حبيبتي انا اقول هذه امك لازم تغير استراتيجيتها. هي استراتيجيتها هي نعم، ولا بتحولنا مثل قيس وليلى. مسكين قيس اتخبل، استوى مدمن، عاش في الإيبالية الوحوش،
وحتى لبنى ما ادري ليلى شو اسمها الثانيه هاي هي ليلى انزين اتخبلت نحليله وتمت عانس انا اقول كذي خلتف علي امك هذه صدق مستوي مايك تايسون هاي هي شروطها وقلت لك الف مره وراسه والف سيف انك تنفذهن هاي مي مي يلا مع السلامه باي باي أمي أنا كنت زين يوم ذكرتي لي ثلاث شروط أسويهن من عقب أعترف بأن خطيبك أمي الريال ملبسين الدبلة قدام الفريج وأنتي كنتي موافقة شو جلبت الحينة وبعدين يحلل الريال يالي سدور شغل شو ذنبه إذا مو محصل شغل يدبر راسه ويا الحكومة ومن عقب يجيني تذبحيني بنظرة عيونك تذبحيني بنظرة عيونك وانجبر واصير مفتونك ظلمتي ظلمتي كم ترتجي شوفك نور عيني يا قمر كونك لا لا انا ما لي غنى ولا لي عيش من دونك كلام جميل ساهر الشوق شباب جني جالس يكتب شعر هو توه بادي خلونا نتريا شوي عقبه نهجم عليه عيل يلا يلا الشوت الثاني بعد يمكن خلص لا يا جماعه هو توه بادي خلونا نصبر شوي سمعوني عاد هالمره القصيده بناخذها يعني بناخذها غصبا عنه هذا ما يمشي اياه الا طريقه الخطف خطف حكلو انت تبغى تورطنا ويا الشرطه راس مالي بالدنيا شعري تبوني اقطع يا اخي بنخطف القصيده بناخذها بنلحنها وبنغنيها ويوم بينزل الالبوم بنعق عليه كم من فلس حق القصيدة وبكذا بنكون حافظنا حقوق الملكية عيل يلا هجوم سهرني طول تلاقينا مسويه فيلم هندي وانا كيف افتح موضوع اللابتوب في هذا الموقف هذا مو فيلم هندي هذا فيلم عربي ابيض واسود حد مربي عندكم اويه مو بعارفه شو اقول لك ما تفهم في الشعر طول سمعني بي سهر الشوق ابوي شعر من النكهه المحليه مفرداته من البيئه الشعبيه بعدين خلونا احنا نمزج الشعر الشعبي بالموسيقى الغربية نكون هني لعبنا لعبة الموسيقى العالمية شو بابا تبي تسيري رحلة؟ ها؟ رحلة؟ ايه رحلة تنباس اقول رحلة نيسر حق الغداء ناصر في غداء مني ذاك البيت مال انتي؟ انا لله لسانك هذا انتي متى بيعتدل؟ ها؟ متى بيعتدل؟ براتة هني؟